أشاد رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي بنتائج تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021-2022 بشأن تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية. وتقدمت مصر 19 مركزا لتحتل المرتبة 97 من إجمالي 191 دولة تضمنها المؤشر، وذلك مقارنة بالمركز 116 من إجمالي 189 دولة في تقرير عام 2020. وأرجع مدبولي خلال اجتماع لمجلس الوزراء ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية التي تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر. وأكد مدبولي أن هذه النتائج تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها في مؤشرات التنمية البشرية، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تأتي في مقدمة المشروعات القومية التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية لنحو 60% من سكان مصر.